لو حابب تعرف وقفات لصورك وأنماط بأشكال مختلفة، تعالى يلا بينا نعرف البرنامج دوت. نكتب فوتو ايديا، بعد كده نعمل بحث، ده شكل التطبيق، نعمل تثبيت، بعد كده نضغط فتح، دي رسالة الحباب البرنامج، نضغط نيكست، نيكست، بعد كده نضغط اكس، ده شكل الصفحة الرئيسية للبرنامج. نقدر من خلالها ان احنا نشوف اي وقفات او صور وان احنا نعمل زيها، مثلا وقفات زي دي. لو حبينا ان احنا نستخدم الديزاين دوت، بنضغط على رسمة الكاميرا، بعد كده بندي سماح لالتقاط الصور. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنقف نعمل نفس الشكل، نبدأ ان احنا نحط شكلنا في الصورة، بعد كده نبدأ ان احنا نلتقط الصورة. تقدر تشوف صور في المنزل او صور صيفية او ازواج. طبعا زي ما شفنا اي صورة احنا محتاجين نصورها نضغط عليها ضغطة، وبعد كده بنضغط على رسمة الكاميرا، بيبدأ يديني الرسمة، بقف نفس الوقفة وبعد كده ببدأ تصوير. إذا عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا لايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وشكرا والسلام عليكم.